مش قصدي. انا ما نسيتش السؤال اللي مين كان في ظهرك يوم ما خدت قرار انتقالك من الزمالك الاهلي. خلي بالك بص، انا لما خدت القرار وكابتن عادل يكلم والدي الله يرحمه، طبعا انت عارف اي اب في الدنيا بيبقى عايز مصلحه ابنه، فلما جالي النادي الاهلي لا من غير ما تفكر، النادي الاهلي يعني احسن نادي في افريقيا وشرف لاي حد اللي هو يلبس فانيله النادي الاهلي، فما ترددتش. لما قعدنا وخلصنا وانا كان شرطي وقلنا للكابتن عادل ان انا لازم امضي في بيت الكابتن خطيب، يعني في حضور الكابتن خطيب. لما عرضوا الامر على كابتن محمود الخطيب، الراجل مشكورا رحب وفعلا انا مضيت في بيته شخصيا. طب ايه الفكره؟ يعني عارف ليها حاجه خاصه كده، اللي انا يعني كل اللي انت تمضي عند الكابتن محمود الخطيب حاجه كبيره، اللي هو يكون اول واحد في استقبالك حاجه كبيره، لدرجه ان انا مره الضغوط اللي انا ومصر كلها عارفه وشريف وانت اكيد عارف اللي انا كنت بتعرض له في الزمالك، مش طبعا مش عايز ارجع للحاجات القديمه الناس كلها عارفها. هو مره كلمني وانا لسه في النادي، قال لي ما تيأس واحنا كلنا في ظهرك، كابتن محمود بنفسه، وشد حيلك وفتره وهتعدي بس هو كان خلاص خلص يعني، بس انا كنت ماضي يعني انا كنت ماضي، بس عارف ايه الفتره دي بس كانت صعبه بالنسبه لي، بتتمرن بقى عارف زي ما الناس كلها عارفه. طبعا المكالمه دي وديتك في حته تانية خالص. المكالمه دي عارف ادتني دافع كبير جدا، اللي كابتن محمود الخطيب بنفسه يكلمك ويشد منك ويديك دافع وكده، لا عارف حاجه تانية خالص. هو شخصية جميلة جدا، قمة في التواضع والاحترام، واحنا مش بنقول كده عشان احنا في القناة او انا عشان انا ماسك فرقة في قطاع الناشئين، لا دي حاجة احنا بنقول كده في اي قناة وفي كل حتة، قمة في الاحترام وقمة في التواضع، فشخصية جميلة جدا جدا يعني. فانا كنت مصمم ان انا اروح النادي الاهلي، عايز اعمل دي يمكن زي ما الشريف قال حاجة صفحة تانية خالص بقى، بتعمل بطولات، بتعمل اسم اكبر، بتعمل حاجة لنفسك كبيرة بقى. بس